قلنا لو انا بجيب ليميت لما اكس تقول ايه دال اف اوف اكس، ايه هي الكميات الغير معينه؟ ما لا نهايه على ما لا نهايه، زيرو على زيرو، ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه، ما لا نهايه زيرو، زيرو اس زيرو، ما لا نهايه اس زيرو، واحد اس ما لا نهايه. بس لو جه حد من بره بقى تعالى صلحها. يعني المايك سبحان الله كنت انا شغال دلوقتي مفيش اولعها. مش عارف ليه انشغال. في هنا حد مبروك في وسطكم؟ حد جاي علينا دعوه؟ طيب. قلنا يا جماعه السبعه دول هقسمهم لباقات. الباقة الأولانية لو طلعت النهاية مباشرة ما لا نهاية على ما لا نهاية أو زيرو على زيرو، بطبق قاعدة إيه يا جماعة؟ نطبق قاعدة لوبيكال اللي هو لو هوسبيتال ده. انا ما اقدرش اطبق بعض اللوبيتال الا اذا طلعت النهايه ما لا نهايه على ما لا نهايه او زيرو على زيرو. طيب الخمسه الباقيين هنقول لك حاله حاله. في الحاله دي لو طلعت ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه نوحد المقام ده. طيب لما نوحد المقامات هتلاقيها تطلع يا ما لا نهايه على ما لا نهايه او ايه على ايه؟ قوم تعمل ايه؟ ايوه برافو عليك. نطبق ايه؟ يبقى دي لو طلعت ما لا نهايه على ما لا نهايه. طيب لو طلعت ما لا نهايه بزيرو قال لك بنقلب احدى القيمتين مقام للاخرى. مش عارفك ان هما قيمتين، ما واحده ادت ما لا نهايه واحده ادت زيرو. يبقى في قيمتين. طيب طب بعد ما بعمل كده قوم تتحول لايه؟ قوم تتحول لما لا نهايه على ما لا نهايه او زيرو على زيرو. قوم اعمل ايه؟ قوم اطبق قاعده ايه؟ التلات حالات دول بتعامل معاهم التلاته بنفس الاسلوب. ثلاثة بنفس الأسلوب سواء صفر زيرو أس زيرو أو ما لا نهاية أس زيرو أو واحد أس ما لا نهاية. لو طلعت واحدة من الثلاثة لابد نأخذ للطرفين. إزاي؟ في خطوتين. الحل في خطوتين. الخطوة الأولى نفرض ان النهايه تساوي واي، يعني اقول واي تساوي ليميت لما اكس تقول لي ايه اف اوف اكس. دي الخطوه الاولانيه. الخطوه الثانيه باخذ للطرفين، فهتبقى من واي بتساوي ليميت لما اكس تقول لي ايه؟ اف اوف اكس. ادي مفتاح الحل. يبقى انا عندي تاني السبع قيم بتتعامل معاهم ان شاء الله. طبعا النهايه دي هجيلك في الفاينل. ان شاء الله بتيجي نهايه الناس بتيجي نهايه او نهايه كده. فده سؤال اساسي في الامتحان معانا. طيب تاني انا عندي سبع قيم غير معينه، قيم غير معينه. ما لا نهايه على ما لا نهايه او زيرو على زيرو. اطبق قاعده كده. طيب طلعت لك ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه، وحد المقامات لان واضح ان دول كسرين، حد ناقص حد. وحد المقامات وخليهم حد واحد، هيبقى بسط ومقام، فاقول ايه تطلع النهايه ما لا نهايه على ما لا نهايه او زيرو على زيرو، تروح مطبق قاعده الدوبيتال. الاحتمال الثالث ان تطلع النهايه ما لا نهايه بزيرو، فهيبقى قيمتين، كما لو كان دالتين مضروبين في بعض.
خلي واحده مقابل الثانيه. بس طبعا ايه بتغير ايه الاس، خليه بدل الموجب يبقى سالب، نزله تحت في المقام تغير ايه الاشاره بتاعت الاس بتاعك. طيب لما بتقلب احدى قيمتين مقام للاخر وتيجي تعوض تلاقي النهايه طلعت يا ما لا نهايه على ما لا نهايه او زيرو على زيرو، يبقى انا اقدر استخدم قاعده كيميكال. اوعى تستخدمها الا اذا طلعت ما لا نهايه على ما لا نهايه او زيرو على زيرو. ما لاقيش واحد يقول لي ايه طلعت ما لا نهايه ولا ما لا نهايه، اذا يوزنج لوجيكال رول. اوعى تعمل كده، لازم تعدل شكل النهايه الاول بحيث تديك ما لا نهايه على ما لا نهايه او زيرو على زيرو. طيب زيرو اس زيرو، ما لا نهايه اس زيرو، واحد اس ما لا نهايه، اي حاجه من الثلاثه دول هفرض ان النهايه اللي عندي تساوي واي، ثم تاخد ليه للطرفين، هتطلع وبعدين تجيب الليمت الناحيه دي، وبعدين تاخد ايه للطرفين هتطلع ايه فرق النهايه اللي عندي. نشوف المسائل بتيجي ازاي. ليمت لما اكس تقول لما لا نهايه اكس ناقص اكس ناقص ميريكس، وبعدين اكس لما تقول لواحد ليميت، لما اكس تقول لواحد واحد على من اكس ناقص واحد على اكس ناقص واحد. طيب اول حاجه بعملها في الليميت يا جماعه دايما التعويض المباشر. تعالى حط الاكس في ما لا نهايه، هتديني ما لا نهايه ناقص لم ما لا نهايه بما لا نهايه. التعويض المباشر اداني ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه، يبقى انا لازم بدل ما هم حدين كده اشوف طريقه اخليهم حد واحد. تعالى نخليهم حد واحد ازاي؟ الم الاثنين دول في حد واحد، طبعا مهمش فصول عشان اوحد المقامات. طيب في حد فيهم لين اكس، مش ممكن اخلي الاكس دي بدلاله اللين؟ مش ممكن اخلي دي بدلاله لين؟ هتبقى ازاي؟ هتبقى ليمت لما اكس تقول لما لا نهايه من اكس ايه؟ ناقص لين اكس. مظبوط كده يا جماعه؟ من خواص اللوغاريتمات، مش دي تكرير لين ايه على دي؟ بتساوي ايه؟ يبقى دول اقدر ارجعهم كده ولا لا؟ يبقى اقدر اخلي دول تساوي ليميت لما اكس تقول لما لا نهايه لمين على مين؟ على اكس. كويس قوي. في خاصيه في حاله وجود ليميت معاها ليه؟ اسمها خاصيه تبادل الاماكن. في خاصية تبادل الأماكن بين الليم والليمت. ممكن أبدل الأماكن بينهم إزاي؟ يعني ليمت لما إكس تقول لإيه؟ لين إف أوف إكس تساوي لين ليمت لما إكس تقول لإيه إف أوف إكس. انا عندي فيه خاصيه تبادل اماكن بين الليمت، ممكن اطلعها قدام الليمت او ادخلها داخل الليمت. فانا هطلع الليم دي بره، هتبقى ليم ليمت لما اكس تقول لما لا نهايه اي اس اكس على اكس. خليك في الليمت دي، الليمت دي هتديني كام على كام؟ اقول بما انا خد الليمت لوحدها، ليمت لما اكس تقول لما لا نهايه اي اس اكس على اكس بكام يا جماعه؟ اعمل ايه دلوقتي؟ اطبق قاعده كوبي. يبقى نطبق قاعده لويدر. يبقى اذا ليميت اما اكس تقول لما لا نهايه اي اس اكس على كام يا جماعه؟ على واحد. ففاضل البسط على حده والمقام على حده. عوض كده تطلع بكام؟ ما لا نهايه على واحد فالكام؟ ارجع احط القيمه دي هنا، يبقى النهايه دي بتساوي ليل ما لا نهايه اللي هي بكام يا جماعه؟ ايه؟ ما لا نهايه مش من ضمن الكميات الغير معينه، لا مش من ضمن الكميات غير المعينه، يعني ممكن النهايه اللي عندي تطلع ما لا نهايه؟ اه تطلع ما لا نهايه مفيش مشكله.
الذهابي. اول حاجة بعوض تعويض مباشر. هتديني ايه؟ هعمل ايه هنا بقى؟ هنا مفيش ولا ليه ولا ايه. بس دول قصور، مش تقدر توحد المقامات؟ نوحد المقامات. يبقى ليميت لما اكس تقول لواحد، هتوحد المقامات على ايه؟ اكس ناقص واحد في مين؟ اقسم المقام ده على ليه؟ اكس يديني هنا ايه؟ ناقص. اقسم ده على ده يديني مين؟ عوض كده تطلع ايه؟ لا ده قال زيرو على الصفر. زيرو على الصفر. هنعمل ايه بقى دلوقتي يا جماعه؟ يبقى شفت توحيد المقامات وصلت لزيرو على الصفر. ادام وصل لي زيرو على زيرو انا عارف سكتي بقى خلاص. نطبق قاعده ايه؟ قاعده لوجيكا. طبق كده يبقى ليميت لما اكس تقول لواحد. المقام هنا ايه بقى؟ تفاضل ازاي ده؟ حصل ده؟ طب تفاضل اكس ناقص واحد بايه؟ يبقى لين اكس زائد اكس ناقص واحد. تفاضل لين اكس بواحد على ايه؟ مظبوط كده خلصنا من المقام؟ نطلع فوق. تفاضل اكس ناقص واحد بايه؟ تفاضل لين اكس بايه؟ ايه رايكم لو ضربنا في اكس فوق وتحت؟ يساوي ليميت لما اكس تقول لواحد يبقى اكس ناقص على مين؟ زائد عوضه كده تاني يطلع هنا بايه؟ وهنا نعمل ايه؟ نزهق؟ نتضايق؟ لا نطبق قاعده يبقى ايه؟ ليميت لما اكس تقول لي ايه؟ اعمل ايه تاني؟ تفاضل ده بكام؟ تفاضل ده ايه؟ حسب ضرب؟ برافو عليك. يبقى ليه اكس زائد اكس على اكس اللي هي بكام؟ زائد مين؟ حط اكس بواحد كده، ليه واحد بكام؟ النهايه دي بكام؟ يبقى الحاله الاولى ما لا نهايه ناقص ما لا نهايه، هيبقى عندك حدين خليهم حد واحد، سواء بتوحيد المقامات هنا استغليت خاصيه الليمت وعرفت اجمعهم في حد واحد. ما تنساش تبادل الليمت والليمت للاماكن بتاعتهم، دي خاصيه مهمه. طيب نخش على الحاله الثانيه. لو طلعت ما لا نهايه بزيرو خلاص نقلت المخطط ده كده. ساين صفر في لين صفر
ما لا نهايه او موجب او سالب منه، لان ليه تقول ايه لسالب ما لا نهايه؟ للصفر تقول لسالب ما لا نهايه. يبقى انا عندي موجب او سالب مفيش مشكله، اشاره الموجب هنا او السالب الزيرو هيتكسر، مفيش حاجه اسمها سالب زيرو. طيب اوكي، ما لا نهايه بزيرو كنت بعمل ايه يا جماعه؟ قلت لك ايه في المخطط؟ تقلب ايه؟ واحد يقول لي طب انزل مين تحت؟ عادي مش هتفرق. واحد يقول لي طب انا افتراض عملتها ليه اكس على ساين اكس في سالب واحد، وزميلي عكس اعملها ساين اكس على ليه اكس كله في سالب واحد، وهو مشي وانا مشيت، لازم تطلع نفس النهايه؟ يعني مش ممكن هو يطلع نهايه وانا اطلع نهايه عشان احنا خلقنا لها النهايه هي لها طلعه واحده بس. يعني لو حليناها ب 1000 طريقه لازم تطلع نفس الرقم. في حاجه ثانيه بقى والنبي الله يكرمك، عشان في ناس كتير بتتلخبط في الموضوع. انا خليت هنا تحت في المقام مين وبنبقى قاصدينها ساين اكس سالب واحد. انت عارف لما بيجي فاضلها بيفاضلها على اساس ان هي ايه؟ ساين ماينس 1. طبعا ده خطا كبير جدا. لان انا عارف يا جماعه ان ساين ماينس 1 اكس يساوي ساين اكس اس ناقص 1. هل دي هي دي؟ خلي بالك من عوض كده تطلع ايه؟ ما لا نهايه. ساين صفر دي اصلا واحد على ساين صفر تطلع بايه؟ طيب الان طلعت ما لا نهايه على ما لا نهايه نعمل ايه؟ نطبق قاعده الدور. يبقى ليميت لما اكس تقول لزيرو تفاضل الليم ايه؟ تفاضل دي بقى مالي لي كده سالب كوزين اكس. تمام كده يا جماعه، بنزل الاس اهو واطرح من الاس ايه؟ واحد. وبعدين في تفاضل مين؟ تفاضل الساين اللي هو الكوزين. اوكي الكلام ده هيساوي ليميت لما اكس تقول لزيرو. ايه رايكم لو نزلنا الاكس دي تحت بقت سالب اكس وزايد اكس وطلعت هنا ايه؟ ساين اكس ايه؟ تلات. عوض كده حط اكس زيرو، ساين صفر بكام؟ وحط دي بزيرو. نعمل ايه بقى؟ هتساوي ليميت لما اكس تقول لزيرو تفاضل ساين تربيع، يبقى 2 ساين اكس في ايه يا جماعه؟ كوزين اكس، صح كده؟ طيب تحت بقى ده تفاضل حاصل ضرب ايه؟ دالتين. يبقى هنا سالب مين؟ المفروض في سالب وتفاضل الكوزين بسالب يبقى زائد اكس ساين اكس كده تمام؟ عوض كده صفر على ايه؟ دي بزيرو صح؟ ودي بزيرو، دي بكام؟ كوزين صفر بكام؟ دي تطلع بكام؟ برضو الحالة ما لا نهاية بزيرو واضحة. هتقلب احدى قيمتين ما قد تخليها على طول تكسر. مين فوق ومين تحت؟ مش هتفهم. شوف الأسهل ليك في التفاضل. تخلي دي تحت ولا فوق؟ الحالة الثالثة الباقة الأخيرة بقى هي تطلع 0 اس 0 او ما لا نهايه اس 0 او 1 اس ما لا نهايه. قلنا هنعمل ايه؟ اكس ناقص باي
ليميت لما اكس تقول زيرو اكس زيرو. اول حاجه بعملها اعوض تعويض مباشر. النهايه دي هتديني كام؟ ما لا نهايه واستتابه. طيب وديت اعوض بالمره كده. انت عارف ان ده دي ساين على ايه؟ ساين على كوزاين. اديني ما لا نهايه صح؟ بس كام؟ وديت اول حاجه افرض ليت ان واي تساوي ايه؟ ليميت لما اكس تقول لي ما لا نهايه اكس اس ايه؟ دي الخطوه الاولانيه. الخطوه الثانيه باخذ ليل للطرفين. يبقى ليل واي بتساوي ليل ليميت لما اكس تقول لي ما لا نهايه اكس اس ايه؟ واحد على اكس. مش احنا قلنا ان في خاصيه بين اللين والليمت ان انا اقدر ايه؟ ادخل اللين دي جوه تساوي ليمت لما اكس تقول لي ما لا نهايه هتبقى واحد على اكس للمين؟ طيب سيبك من الطرف الشمال ده دلوقتي خالص. ده مؤجل حاليا، كل شغلك ان انت تجيب الليمت اللي في الطرف الايه؟ اليمين. عوض كده تعويض مباشر. واحد على ما لا نهايه لما لا نهايه بتعمل ايه في الحاله؟ عندك قيمتين اهو، مش دي داله ودي داله. تخلي واحده في البسط وواحده في الايه؟ تبقى تساوي ليميت لما اكس تقول لما لا نهايه هتبقى لين اكس على مين؟ اهو خليته ببسط ومطالب. طيب عوض كده تطلع ايه على ايه؟ اعمل ايه بقى؟ نطبق قاعده لو يبقى نساوي ليميت اكس تقول لما لا نهايه تفاضل الليمت بواحد على اكس تفاضلها بواحد يبقى بتساوي واحد على اكس واحد على ما لا نهايه بايه؟ بايه يا جماعه؟ يبقى الطرف اليمين ده طلع بكام؟ الطرف اليمين ده طلع بايه؟ لما ليه واي تساوي زيرو، الواي تبقى كام؟ اذا واي بتساوي ايه اس زيرو اللي هو؟ هي واي دي كانت ايه؟ دي النهايه المطلوبه اهي. هنكرر بس الكلام ده تاني وقت ما نتفق. تعالى في النهايه بتاعتي. النهايه طلعت ما لا نهايه اس زيرو. اعمل ايه؟ اول خطوه ليت ايه؟ ان واي تساوي ليميت لما اكس تقول لي كام؟ تاني خطوه اعمل ايه؟ بأخذ ايه؟ خد مين كده؟ في خاصية ان انا اعمل ايه في اللين؟ يبقى تساوي ليميت لما اكس تقول لي كام؟ يبقى 2 اكس ناقص باي هتنزل على الارض في لين مين؟ لين تاني اكس. عوض كده يديني ايه؟ تان 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 90 بكام؟ ما لا نهايه. لين ما لا نهايه اعمل ايه بقى؟ عندك الاداله اهي والاداله. طيب هخليها كده ليميت لما اكس تقول باي على 2
لل تان اكس على 2 اكس ناقص باي كده كده صح؟ عوض بقى كده دي تطلع ايه؟ ودي تطلع ايه؟ اعمل ايه بقى؟ طبق قاعدة لوبيتال كده ليميت لما اكس تقول باي على 2 ليه التاني اكس دي اللي هي ايه؟ واحد على التان تفاضل التان بايه؟ 6 ربيع ادي البسطه المقام سالب 2 2 اكس ناقص باي بس سالب 2 مظبوط ولا في حاجه؟ طيب في واحد هنا وسالب 2 مش ممكن نطلعهم قدام النهايه بره كده اخلص من الثوابت دي عشان ما تلخبطيش ليميت لما اكس تقول لباي على ايه؟ مين في البسط ومين في المقام؟ 6 تربيع اكس مضروبه في 2 اكس ناقص باي تربيع على مين هنا؟ تان دي اللي هي ايه على ايه؟ سكت ليه واحد على ايه؟ طيب سالب سالب نص انا ببسط النهايه بس هيبقى في فوق 2 اكس ناقص باي تربيع دي هتروح مع دي هيفضل هنا ساين في مين؟ كوزين تربيع دي لما تنزل هتختزلها مع دي هيفضل فيهم كوزين تبقى كوزين في ساين النهايه دي تطلع كام على دي؟ تطلع ايه؟ زيرو على زيرو. هعمل ايه؟ طبق قاعدة دول. ناقص نص ليميت باي على 2 فاضل فوق كده فاضل تحت بس وتفاضل حسب ضرب ايه؟ كده تمام؟ تعبتوا؟ طيب دي تطلع بايه؟ كوزين صفر كوزين باي على 2 دي بكام؟ دي بكام؟ سالب نص في 0 على 1 او سالب 1 بتساوي ايه يا جماعه؟ طيب لما لين واي تساوي 0 يبقى الواي بكام؟ يبقى النهايه بواحد. يعني الظاهر انه كلام ممتع. الواحد يعني صراحه وخدتوا لغه هذا في الثانويه العامه؟ طيب ليميت لما اكس تقول 0 اكس اس ايه؟ تطلع ايه؟ اعمل ايه؟ اظن ان هيك يعني انت مش محتاج تذاكر يبقى واي تساوي ليميت لما اكس تقول 0 اكس اس كام؟ وبعدين اخد ايه؟ لين واي تساوي ليميت لما اكس تقول 0 اكس لين مين؟ عوض كده تطلع 0 في ايه؟ اعمل ايه؟ يبقى لين واي تساوي لين اكس على مين؟ ليميت لما اكس تقول 0 تطلع ما لا نهايه على ما لا نهايه هعمل ايه؟ نطبق قاعده لوج يبقى ليميت لما اكس تقول 0 1 على اكس زي سالب اكس اس سالب 2 بتساوي ليميت اكس تقول 0 سالب اكس تربيع على ايه يا جماعه؟ اديني كام؟ اديني تديني ايه؟ تديني زيرو يبقى لين واي يبقى الواي بتساوي كام؟ واحد
يبقى الواي بتساوي واي. دي التغطية على الليميتس. يبقى كده احنا ايه؟ السبع حالات تعرضنا لهم، ما لا نهاية على ما لا نهاية، أو زيرو على زيرو ده لوبتا مباشرة، ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية هوحد المقامات، خليها بسط المقام، هتطلع يا زيرو على زيرو أو ما لا نهاية على ما لا نهاية تطبع بعض الثلاثة، ما لا نهاية بزيرو هبقى أخلي إحدى القيمتين مقام للأخرى، تطلع برضه زيرو على زيرو أو ما لا نهاية على ما لا نهاية تطبع بعض الثلاثة. في ثلاث حالات بيتعاملوا نفس المعادلة، زيرو أس زيرو. النهاية أس زيرو، واحد أس ما لا نهاية، هفرض النهاية بواي، هاخد من الضرب. هيجي لك ليميت أو منين يا جماعة في الامتحان إن شاء الله. تاني موضوع الليميت كده سهل. هنقفل الشابتر ده، أنا قلت لكم على الملغي. طيب الأسيد ديلوكس لغيناها، لو برضه في بشرة كويسة إن آخر محاضرة كده المحاضرة الجاية إن شاء الله، في أسبوع هتسيبكم فري كده. هنخلص محاضرات الأسبوع الجاي إن شاء الله. الامتحان الفاينل 9-1 تقريبا اعدادي، العملي 31، تخلفات من 17 او 18، ما عندكوش فاحنا ان شاء الله غالبا اخر محاضره هي الاسبوع الجاي في التفاضل، ما اعرفش الجبر من اخر محاضره الجبر ايه؟ اخر الاسبوع ولا الاسبوع الجاي؟ الاسبوع الجاي؟ الاسبوع الجاي اجازه؟ يبقى هيكون الاسبوع بدل، بس الدكتور عاوز قال لك ان هي خلصت. الكتب متاخره ياخدوا المحاضره بتاعتهم. يعني ممكن ياخدوا المحاضره كل يومين اسبوع او لو انا عندي اي دالة تيلور سبنشن مفقوق تيلور في ماكلوريد سبنشن مفقوق مين؟ دي معلومه مش حد عارفها، ان تيلور ده راجل، ناكلور دي واحده تاني، هما الاثنين عاملين نظريه، تيلور ده مال راجل وماكلور، بس معرفش يعرفوا بعض ولا لا، معرفش. طيب ايه الفرق بين مفقوق تيلور ومفقوق ماكلوري؟ مفقوق ماكلوري هو مفقوق تيلور لما يكون اكس تساوي زيرو، حاله خاصه من مفقوق تيلور. مفقوق تيلور بيعمل ايه؟ مفقوق تيلور في ناس كتير بتعرف تفك مفقوق تيلور بس ما تعرفش هو بيعمل ايه؟ ايه الهدف منه؟ الهدف منه هو فك اي دالة f of x عند نقطة x يساوي ايه؟ عند نقطة x يساوي ايه؟ على هيئة متسلسلة. بس يبقى تيلور ده بيمسك اي دالة f of x ويخليها لي متسلسلة يفكها مجموعة حلول زي البعض. بس هو ده الهدف من كده. طيب بنستخدمه في ايه؟ هنشوف في الاكزامبل في بعض الحالات المهمة بستخدم فيها تيلور وماكلوري. في قانون بسيط كده هنحفظه. تيلور اكسبانشن. لو انا عندي داله اف اوف اكس عاوز اعمل اكسبان افكها ات
تساوي ايه؟ بيفكها ازاي يا جماعه؟ بيقول لي ان f of x بتساوي f of a زائد x ناقص a على مضروب واحد f داش of a زائد x ناقص a تربيع على مضروب اثنين f دبل داش زائد x ناقص a من كل تكعيب على مضروب ثلاثة تفاضل الثالث. ما بيفكركوش بمفكوك ذات الحدين؟ في شبه من مفكوك الباينوميال، خدتوا مفكوك ذات الحدين في الضرب؟ بيفكركم بحاجه ذات الحدين. يبقى انا عندي اي داله اف اوف اكس عاوز افكها بالشكل ده كده سيريز. يعني ايه سيريز؟ متسلسله. في ناس بيسموها بولونوميال. يعني ايه بولونوميال؟ كثير الحدود. لذلك ساعات يكتبوها كده بي ان اوف اكس كثير الحدود. طيب لو قال لي فك الاف اوف اكس دي لينير بولونوميال، لو هو قال لي خليها يعني كثير الحدود من الدرجه اللي هي يا جماعه الاولى، يبقى هياخد لغايه الاكس لغايه التفاضل الاولاني. الحبين دول كده لو قال لك لينير. طب لو قال لك فكها لي كوادراتيك، ده بولينوميال يبقى بي واحد. كوادراتيك يعني بي اتنين يا جماعه. كوادراتيك يعني عاوز فين؟ بي كوادراتيك. يبقى فك لغايه هنا. طب لو قال لك كيوبيك يعني عاوز كثير الحدود من الدرجة الثالثة، يبقى عاوز لغاية فين؟ نسميها ايه؟ كيوبيك. طب لو قال لك من الدرجة الرابعة بي أربعة، يبقى لازم توصل للحد اللي فيه اكس أس كام؟ طب لو قال لك عاوز كثير الحدود من الدرجة الخامسة، يبقى لازم توصل للحد اللي بيحتوي على اكس أس خمسة. طيب قلنا ماكلورين سبانشر هي بتساوي تيلور، هي نفسها تيلور اكسبانشر ات اكس يساوي ايه يا جماعه؟ قال لك ده انا كنت هنا بفك عند اكس يساوي ايه، كان في حاجه اسمها ايه؟ شيل الايه هنا وحط بدلها زيرو. شوف شكل المفكوك يبقى عامل ازاي. يبقى اف اوف اكس بتساوي اف اوف اكس على مضروب واحد في مين زائد اكس تربيع على مضروب اتنين في اف دبل داش زائد اكس تكعيب على مضروب ثلاثه. مش هو نفس ده بس شلت الايه دي وحطيت بدلها ايه؟ زيرو. هو ده الفرق بين التيلور والماكلورين. حالة خاصة من التيلور. السؤال بيجي ازاي ده؟ اكزامبل. اف اوف اكس واحد على واحد ناقص اكس ناقص واحد الراوند اكس يساوي زيرو فاين دي ثلاثة اوف اكس. يبقى مديني الدالة اللي انا عاوز افكها دي المراد فكها حوالين نقطة ايه؟ يبقى دي ماكلورين ولا تيلور؟ طب هفك لغاية فين؟
عاوز كثير الحدود من الدرجة الثالثة. هتيجي تقول له بما أن f of x بتساوي f of 0 زائد x على مضروب 1 f dash of 0 زائد x تربيع على مضروب 2 زائد x ايه؟ انت بتفك لغاية الحد اللي بيحتوي على x تربيع. ده انت محتاج ايه؟ محتاج قيمة الدالة على ايه؟ محتاج قيمة التفاضل الأولاني، محتاج قيمة التفاضل الثاني عند إيه؟ محتاج قيمة التفاضل الثالث عند إيه؟ كل ده لازم تجيبه الأول، كل دي مجاهيل. نيجي نقول له بما أن f of x بتساوي 1 على 1 ناقص x ناقص 1، إذا f of 0 تساوي كام؟ تساوي إيه يا جماعة؟ بتساوي 0؟ ال f داش بكام؟ تفاضل الدالة دي يديني ايه؟ المقام ايه؟ المقام تربيع، تفاضل ده زيرو ناقص ناقص يبقى بواحد على مين يا جماعة؟ طيب يبقى ال F داش قيمة التفاضل ده عند الزيرو بكام؟ واحد. أقول له بما أن الإف داش هو 1 ناقص إكس الكل أس سالب إيه؟ تبقى الإف دبل داش بكام؟ سالب 2 سالب 1 يعني هتساوي 2 على 1 ناقص إكس تبعيه. طيب يبقى الإف دبل داش عند الزيرو بكام؟ ب 2. التفاضل التالت يبقى بإيه؟ التفاضل التالت 6 أزل دي سالب 3 تبقى سالب 6 سالب 4 سالب 1 يعني 6 على 1 ناقص إكس أس كام؟ طيب التفاضل الثالث عند الزيرو بكام؟ تعال عوض هنا بقى كده. اذا f of x بتساوي قيمة الدالة عند الزيرو بزيرو زائد x على مضروب 1 قيمة التفاضل عند الزيرو بواحد زائد x تربيع على مضروب 2 قيمة التفاضل الثاني ب 2 x تكعيب على مضروب 3 ده ب 6. اختصر كده الاثنين مع مضروب 2 مضروب 3 مع مين؟ يبقى ال f of x x زائد x تربيع زائد مين؟ فكيت على هي كثيرة الحدود ولا لا؟ دي ايه؟ كثيرة الحدود من الدرجة بكام؟ تلاتة. يبقى زي ما هو عاوز سهل ماكل ولا موكل؟ سهل. في مسألة برضو مسألة كويسة عشان يبقى لدينا الشطة النهاية كويسة. نعم أعيد أقولها تاني. بصوا يا جماعة مديني دالة F of X قال لك الراوند في الكلي حوالين اكس تساوي زيرو معناها ان انا هستخدم مفكوك مكتوب. عاوز ايه؟ قال لي هات لي كثير الحدود من الدرجه الثالثه. رحت كاتب كده قلت يبقى انا هفك لغايه ما اوصل لكثير الحدود من الدرجه الثالثه. انت محتاج ايه بقى؟ محتاج قيمه الداله عند الزيرو، محتاج قيمه التفاضل الاولاني عند الزيرو، التفاضل الثاني عند الزيرو، التفاضل الثالث عند الزيرو. وهو ده اللي انا عملته. الداله اسمها ايه؟ 1 على 1 ناقص اكس ناقص 1. قيمة الدالة عند الزيرو يعني حضرتك تشيل الاكس وتحط الزيرو، يبقى 1 على 1 فيها 1 ناقص 1 بزيرو. فاضل تفاضل ده بزيرو، يفضل دالة كسرية، المقام تربيع، تفاضل البسط بزيرو ناقص 1، تفاضل ده بناقص 1 يبقى موجب 1، 1 على 1 ناقص اكس الكل تربيع. طيب
فجيلي قيمه التفاضل عند الزيرو يعني شيل الاكس وطبق زيرو بقت بواحد. جبت التفاضل الثاني، طيب عاوز اجيب قيمه التفاضل الثاني عند الزيرو، حط الاكس بزيرو هتطلع باثنين. فضلت كمان مره عشان اجيب التفاضل الثالث طلع بالشكل ده، حط اكس بزيرو يبقى قيمه التفاضل الثالث بسته. شلت كل حاجه وحطيت قيمتها. لقيتها تدي تفاصيل. الموضوع سهل ومفيش فيه لعبه خالص، حلو وماكرو ده مفيش فيها حاجه. المساله الوحيده اللي فيها فكره اللي انا هقولها دلوقتي. المساله فيها فكره دي الوحيده اللي فيها شغل يعني. اخر مساله ان شاء الله. ركز معايا في المسألة دي يا جماعة. طيب دي ثلاثة سن كالكيوليت بيقول لي لو انا عندي ده اللي اسمه في اكس بتساوي الجذر التجعيدي يعني اكس اس كام؟ مديني الايه ب 27 يبقى ده تيلور ولا باكلور؟ عاوز ايه؟ يجيب مين؟ وبعد ما احسب بيه ثلاثة احسب مين؟ طيب انا عاوز بيه ثلاثة تبقى الاف اوف اكس اللي هي الجذر التبعيد الاكس تساوي قيمة الدالة عند مين؟ زائد اكس ناقص 27 على مضروب واحد في قيمة تفاضل الدالة عند مين؟ زائد اكس ناقص 27 على مضروب 2 التفاضل الثاني عند مين؟ زائد قيمة التفاضل الثالث عند مين؟ بصوا يا جماعة مديني دالة والنقطة اللي هفك عندها ايه؟ ال 27 يبقى انا عرفت ان انا هشتغل بمين؟ بتيلو. هفك لغايه فين؟ يعني انا هسيب كده وهفك براحتي؟ قال لك لا انا عاوز لغايه كثير الحدود من الدرجه الكام؟ شوف كلمتنا فك اهو. يبقى انا لازم اوصل لغايه فين؟ حتى هنا. طيب يبقى انا محتاجه اجيب قيمه الداله اول حاجه الداله بتساوي ايه؟ طب قيمه الداله عند ال 27 تبقى ايه؟ الجذر التبعيدي بمين؟ بكام؟ بثلاثه. طب اف داش تبقى بكام؟ مش دي اس تلت؟ تبقى تلت اكس اس سالب ايه؟ طب الاف دبل داش تبقى بايه؟ طيب اف 3 داش تبقى بكام؟ 27 ترجع تجيب ايه؟ وتجيب اف دبل داش عند مين؟ وتجيب اف 3 داش عند مين؟ هتبقى بالآلة الحاسبة بقى هكتبها لكم. تجيب واحد على 27 جيب سالب 2 على
ب 10 على وهتروح جاي حاطط القيم دي فين؟ كده واضحة؟ حسبتهم اهو؟ اهو اللي بالازرق مع بعض اهو عامل لكم اسهم احطهم مكانهم. يبقى ده المطلوب الاولاني اللي هو مين؟ بيقول لي زين. زين دي معناها ايه؟ استخدم اللي انت جبته ده في ايجاد الجهاز التكييفي 26، تتوقع عامل اللي انت جبته ده اللي انت جبته ده كان مين؟ يا جذر ده اللي لعبه في الكهف. فالراجل قال لك لا هات لي الجذر التجعيم لمين؟ 26. يبقى انا في الطرف اليمين هشيل مين واحط 26؟ هو في مجهول غيره؟ هو في مجهول جنب ده؟ عشان احط بدلها ايه؟ واشيل دي واحط ايه؟ واشيل دي واحط بدلها ايه؟ وتجيب الرقم وتقارنه بالآلة الحاسبة، لو تقدر تجيب الجدول التفعيلي، انت مش بالآلة الحاسبة، شوفوا هتلاقي فرق في الرقم الرابع بعد العلامة، دقة عالية جدا على فكرة، يعني الرقم اللي طلع معانا لو حد معاه آلة حاسبة، الرقم اللي طلع معانا ده اللي طلع معانا، الآلة الحاسبة هتلاقي رقم قريب جدا جدا، وتاني سهل تعرف إذا كنت ماشي صح ولا لا. صح يا جماعة؟ دي اصعب مساله موجوده، ان انت فاكرين وجبت كثير الحدود من الدرجه الثالثه ايه؟ جبت قيمه الداله، قيمه التفاضل الاول، التفاضل الثاني، التفاضل الثالث وحطيتهم، هتلاقي ايه بولينوميال باذن الله ما شاء الله حاجه كبيره قوي كده. طيب استخدم بقى الكلام ده في ايجاد جذر التفعيل 26، يعني معناها شيل الاكس دي واحط بدالها ايه؟ 26. سهل. واضح كده يا جماعه؟ كده يبقى احنا قفلنا الشابتر ده، فاضل محاضره واحده في الشابتر اللي جاي.